هذا الهرج هذا والهمجرة في الجوامع سببه ماذا؟ جهلنا بأحكام المساجد ما نعرفوش. فإذا سلمت من الصلاة السلام عليكم، قل والله ما راك في الجامع، بالك راك في ملعب ولا في شارع ولا في نادي ولا في مقهى. علاش؟ لأنهم يجهلون حكم رفع الصوت في الجامع في المسجد. هذا هو مستوى في بيوت الله. علما أن هذه البقعة هي خير البقاع على وجه الأرض بالإطلاق، أفضل وأشرف وخير بقعة على وجه الأرض هي المساجد، وشر بقعة على وجه الأرض هي الأسواق. مشكلتنا اليوم هذه المساجد أردناها أسواق، وما كانش تعظيم المساجد لأن هي عندها قداسة وعندها مكانة وعندها حرمة. المسلمون اليوم لا يعظمون هذه المساجد، بدليل أن الأغلبية فيهم يجهلون أحكام هذه المساجد. ونقول للمسلمين والمسلمات يا رب حاضرين اليوم في الجامع، متى نتعلم هذه الأحكام؟ وقتاش نقراها؟ وقتاش ونحن نتراود على بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى؟ الطريق المؤدي إلى الله مبني على أمرين. الأمر الأول هو العلم، والأمر الثاني العمل به. فالدعوة إلى الله على بصيرة، الطريق إلى الله بالعلم، وهذاك العلم الذي نتعلمه نعمل به. فتعلمنا وعلمنا ثم بلغنا ونشرنا، ثم نصبر على ذلك ونحتسب. يرحم والديكم ليجي الجامع، ماذا به يفهم قدره ويقول في نفسه هذا بيت الله. إذا كان قد أذن لنا في الشارع ولا في السوق أذن لنا أن نفعل بعض الأعمال، أذن لنا، لكن هنا هذا بيت الله. وهذه البيوت يقول فيها ربي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في الجامع ما تجيش بالدار، في الجامع انت مقيد بالشرع، تفعل ما امر الله به، وفي الجامع تترك ما نهى الله عنه. احنا عايشين في الجامع، احنا عايشين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتعليم وحلقات التعليم نبصر نرى نسمع. هل يجوز للرجل يقف في الصف وحده يقول ابنا سيبوا صلوا ويجلس وحده؟ يجوز له ذلك؟ قل له فاهم عمر منا ويكبر بمفرده خلف الصف. الله، هذا كيف تعامل هذا؟ تعامل بالشر ولا تعامل بهواه؟ وإذا قلت للرجل عن يمينك تقول له ساوي القدم، صدقنا يخرج ويرى. أنا شاهدت هذا، أنا أحكيش الخيال، أنا أحكيكم أمور راح تعيشها
واذا كانت فرجه يجي واحد يدخل واحد دلوا الصوت دلوا التراب دلوا العقار علما كان فرجه يدخل ولا لا يدخل يدخل فيتأفف خاطش هنا احنا هنا أدرى المليون ها هنا فيتأفف إذا رأى واحد فينا سد الفرجة يتخلق وإذا دخل كيف يخرج يصلي بمفرده وكيف يزداد صلاته يخرج من المسجد فلا يصلي هذا واقع في المسجد هذا مش رأينا في ذلك الجوامع وهناك من يرى أن المسجد مسجد الجمعة فقط يقول لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهو لا يحضر المسجد إلا بالجمعة فقط وما يجيش ما يجيش باقي الصلوات لا يصلي في المسجد وهذا الكلام هذا الأخذ أنا المسألون متى نتعلم أحكام المساجد إذا كنت لا تأتي إلى المسجد أيام الأسبوع متى